بسرعه. بريك تفضل بريك يلا بندر تعال يلا تفضلوا مع البريك تشجعون ها قم مع زميلك يلا نبدا احنا وياكم مع مين ولا ثلاث بو يلا يا محمد الفيري والله وسافر واروح اتمشى ويوم تمشيت واقابل ذاك الرجال اللي ياكل اسد يوم كلا اسد قال النمر ميده تعال يا عمر قال النمر يا ولد انا اصلا من اول ما شفتك كنت خايف منك ليش خايف من قال والله ما ادري ايش بني انا وفيصل المطيري النمر سبك ترى ما يعرف لا اسد ولا شيء ولا يعرف شكل الاسد يحسبه ثور قال لا انا اسد قال انت ثور وشوي الا الدنع طالع يوم جاء فيصل وقال الموضوع هذا كامل قلت ولد هد انت شايفني عامر ولا شايفني ولا لا عمر ولا محمد الفهري ويطلع محمد الفهري ويقوم يد فيصل يا فيصل ترى طولتها وهي صغيره تلعب كوره مع الشباب لا ما نبي محاوره احنا نبي تبدي ويطلع طال عمرك فيصل ولا عنده اي سالفه ويقابل عايض طالع فيصل طالع في الجبل هو بالذيب ذيب يمشي 10 مليون بين اصحاب التراب شوف الادب وقال محمد درعه يا ولد يا ما خايله يا ولد الجبل طبالي قطب النمر يا ولد قطب الذيب النمر منه يسار الذيب منه يا ولد 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 طلب محمد الفهري في وجهه ويطلع محمد الفهري ويقابل رجال متزوج حرمتين بالسر سلم حرمتين بالسر ويوم اشبح انا والرجال ذا ويطلع فيصل مطيري اه هل الحرمتين متهاوشان واحده خانقته من اليمين واحده من اليسار قلت يا ولد انت شفيك مع الحريم انت فكهم يا عايض جيت انا والنمر والذيب في صوت داهيه كلهم بشته انا والنمر والذيب كلهم بشته جينا دقنا على من على الاسد اسلم اللي حريمه زعلانين اثنين زعلانين رحت قلت يا اسد يا نصيحه حبيبي طلع محمد الفهري يطلع محمد الفهري ويدقق في الموضوع مره ثانيه اسلم ويشوف من اللي في المطبخ ومرته الثانيه في المجلس يطلع فيصل المطيري لا اللي الحرمه تقول يوم وش ذا الشغل شوفوا حرمه عمر قالت حرمه عمر يا حبيبي يا ولد والله العظيم يا فيصل انه قايل لنا انه متزوج تنتين لكن واحده بالسر بس يا شباب من عيونه من رده لا انا بعلم جاء محمد الفهري ودخل معنا في الخط ويوم ادري ذاك اليوم انا متاكد ومرته الثانيه ما تدري وهو يمثلنا في القناه يوم مثلنا في القناه قلنا يا ولد يعني هو متزوج ثانيه هد علم عوالك احلل عيالك ويجيك فيصل هو اللي متزوج الثانيه غير صحيح قال فيصل غير صحيح هذه تهمة إلا محمد دنعة طالع يهرول وأنا أطلع لابس لها ثوب أخضر يوم طلعت دنعة إيش فيك يا أنت خلاص يوم طلعت يا طول عمر السلامة وأقوم أنا من النوم لا والله هو قال أنت خلاص وش سواليف ولا نادى اسمي مرتين إيش لا أنا وجهتها لك يلا تو ما وجهتها لك المهم أدخل على في المشهد لا والله الشباب من قاعدين كل واحدة من قاعد في فراشه هنا عمر وهنا فيصل وهنا عايض وهنا محمد الفيري وصحيهم الشباب كل بوهم قلت ولد تدرون اللي يبغاكم قالوا من قلت عمر قال عمر يا ولد ايش العلم قالوا يا ولد حنا جالسين هنا نبغى نجمع الرفده حقت فيصل المطيري في الزوجه الثانيه اللي ما حد يدري عنها اسلم انه كيف ما يدري عنها قال والله العظيم ما علمت انا الا عايض الفهد طلع المتزوج ذاك اليوم محمد الفهري اسلم يوم طلع محمد الفهري ويجيك محمد الفهري متفاجئ لا هو لا متزوج ولا ذي ولا ذيك واخبال واثر العلوم كلها فيصل المطيري مغطين الوضع كل ابوه هو اللي مغطي الوضع واثر عايض هو المملك واي يوم قلتهم بيوقعون وين بالانساب الذيب والاسد دايين وكلهم مع نفعه تقالوا على من؟ على النمر النمر متزوج ذاك اليوم ويوم تقلوا على النمر ويوم سعد تقلوا شوي ولا محمد درعه واجيك انا وقد معي السيف والخنجر ولا الف وسجره متر معي امتر القاعة الافراح اسلم ايش العلم يا ولد قالوا ولد في هنا 30 غزال و44 النمر صل عليه هالنمر فلا القاعة جوا على الكرسي يا ولد لا والله 30 غزال و40 واحد 40 من الظبي وكلم النمر ادخل على النمر تكفين النمر قال ايش العلم قلت العلم كذا قال ناد عايض واروح وما لي عايت عند النمر عايت الصقر جاي ضيف جاي الصقر طبعا طيار جاي عند من عند الغزال غزال ايش كهربائي راح الغزال غزال فين مشغول الان قال ايش طالع الغزال في العدود شاف من في داخل شاف فيصل مطيري لا يا فيصل مطيري تكهرب ينادي الكرد يا كرد طلعني وينادي يا عايض طالع واقعدي وعين ثوب يا ما طالع في الثوب عايض يا ثوب يا لا لا
الافدار الافدار يضحك يضحك على عايد يا عايد تعال نادني نادني يا عايد باقي وعير احمر تعال يا فيصل طيري انا فيصل طيري تعال محمر تعال 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 يا فيصل تعال يا عايد يلا وقته كمل كمل يا عايد كمل يا عين حط انا ثاني ماشي لا انا محمد البيت كل تحكم وشوف يا عايد كل بها منا كل بها منا طلع طال عمرك الربح اللي فوق الشجره انه عايد جاي اطلع فوق الشجره لا قلت لا انا يا ولد يوم جيت لا والله يا عايد انها الحاله بين الشباب اقول يا فهري وينه وينه قاعد مع عايض 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 طالع طالع من بعيد تحت الجبل لاني بتيش اطع محمد درع محمد درع وادي واقط طب التيش مع القرد قلت كيف الكلام هذا يوم ما يود امسكهم واقربهم من بعض قلت اني محمد لا والله هذا عايض الفارع وذيه محمد الفيري قلت واسلمهم العمر يا رجل يا طيب محمد الفيري الا في يدي محمد الفهري ولا في يدي عايض قلت يا محمد الفيري ما انت ابغى قال ابغى عايض واجي اطالع واشوف من تحت الشجره طالع عمر سيد قلت يا ولد يا ولد ايش تبغى؟ وش تبغى؟ تكفى يا عايض تعال يا عايض باقي عايض الفار بعد تسمع قال لا انا عمر فصلة يا ولد ايش قلت صح يا جد العسلي قال يا اخي انا عايض 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 واقول لا فار يا واجي طالع الفار لا اشوف تمعن اطالع شوف اللي قدام وزغ عمر محمد دلعه لا محمد محمد والله اجيك وانا جالس في محلي ايش العلم يا ولد ايش العلم والله اطلع من السناب اطلع من التيك توك قلت يا تدري خليني بدق على القرود بدون في صف ذحين واكلم من اللي بيستقبله كلمت عايض الفارع وعمر السيد محمد الفيري هام اللي تعذر عمر السيد وام تعذرتك يا ولد انت قرود وانا والله ما ابغى اجي مع قرود انا ادمي ماني مثلك يا محمد الدنعة يا ولد اكل عمر يا عمر انا فداك ماني بقرد انا جالس على الجوال جالس لينين وانا جالس والله انا اخس الضوء اللي معي انا اخس الضوء يا اخي تمثيل والله واكلم عمر يا عمر انا فداك واجيك قبل القرود كلم عايض وكلم محمد الفهري واجيك محمد الفهري ويكلمهم يوم كلم للرجيم ما هم صوبه اثر عايض ياكل برسيمين مع البهايم يوم جي وادخل الريشة حق الثوب وطالع لا ثوب محمد كم يدري مكان محمد الفهري ويجيك محمد الفهري يقول ماني بنا اعرفها يا افتح طال عمرك باقي زاد في الزبالة ادري حايط طالع لي من الزبالة طال عمرك وعين محمد واجي واقول ايش جابك يا محمد طالع ايش اثره قطو احسب انه محمد وقلت محمد الفهري يقطع محمد الفهري يقول ماني بنا جت في وجه عايض وجاي جاذم جاذم اصبر جاذم اقول جاذم بيضاء وجيك وش العلم؟ يعطيك العافية. وجات وشو؟ ابشر الحين يلا بشر. يلا تعال. في الأخير. هلا بس. حبيبي وش بك هنا؟ تعال. حبيبي. وين؟ ايش؟ يلا روح. يلا تكفى. ها؟ ايش فيك؟ تعال يلا بقى شوي على صلاة العشاء يلا لا خلنا نصلي وبعدين نتفسحهم يلا ها اي بعدها بطولة ولا يلا من بيأذن يا شباب هاي عاد يلا هاي درعة فسحة الله يبقى فسحة وليش نصلي وبعدين الفسحة يلا ما بقى شيء على الأذان يلا أنت يلا ما هو بعد أنت بعده بكرة المغرب أنت عندك سين يلا وين والله يلا روح يعرفها عمر حبيبي لعبه وانت ترى هي كانت لعبه ابشر ان شاء الله والله انا كنت اقول لك والله بس ما حد طيب استاذ نكمل تكفى
بس يكمل. تكفى تكفى. لا خلاص خلاص. يلا روحوا صلوا. يلا صلوا. ترى بياكل 50 دقيقة. كم باقي هالصلاة؟ اعمل نفسك ميت. حلم حياتي. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت. قام يا محمد. اقل مسلسل. يلا يا عيال روح هناك. يلا يا رايد. يلا محمد امشي. الله بسم الله عليك يا رايد. رايد 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 بسم الله عليك. تجلس تعال 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 يا رب. بسم الله عليه. ما شاء الله ما شاء لا الله. لا والله انتج يا ابو مشعل. لا لا والله حلفت والله ما حلفت. تكفى حلفت يا ابو مشعل. تعال يا رجال. مديرنا ايش المدراء شيخنا